متابعيني، قوته رائعة، معدل إطلاقه ممتازة، لا ينقصه شيء. سكار القرش ألفا هو السلاح الأفضل على الإطلاق. لكنه يمكن أن يكون أفضل إذا... مهلاً، لدينا رفقة. أنتم لا تتعلمون أبداً، ها؟ ها؟ قد تعتقدون أنني محاصر، لكنكم مخطئين. لدي أصدقائي. هيا، هل تمزح معي؟ هذا ما أتحدث عنه. هذا سيء. نعم، أخيراً. سوف أحصل على البويا. كن أسطورة بويا. أطلق العنان لقوتك في ساحة معركة فري فاير الآن. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. شاهدت لكم فيديو جديد لفري فاير. قبل ما نبلش بهذا الفيديو، أتمنى من كل أسطورة قاعد يشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت حط لايك ويشترك بالقناة، ولو كان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يوصلوا كل فيديو جديد بقناتي. طيب أساطير، خلونا مركزين بالفيديو تبع اليوم. على شو رح يكون فيديو اليوم يا أصدقائي؟ رح يكون فيديو اليوم على الحدث الجديد أسطورة بويا، وهو على الوشم أول سكين عربي نزل في اللعبة. أنا وعدتكم رح أساوي عليه فيديو، الآن رح أشوف. قبل كل شيء شباب، في تغيير في حسابي، أنا غيرت اسمي يا شباب، كان يعني سوبر بو 4527 تي، صار اسمي يوسف اف اف، مثل يعني سميت القناة تبع اليوتيوب. طيب شباب، وفي اللايك عندي 525. طيب 3145 نقاط تبع الرتبة، يعني قريب نوصل للإيرويك إن شاء الله البطولي. طيب شباب، بالنسبة للكلان تبعي وصل للمستوى الرابع من فترة في جلوري. نشوف قداش فيه قطع مجد. يلا، فيه 171 1589 جلوري. طيب شباب، وهيك نشوف هذا هو اول سكين عربي يعني نزل في اللعبة.
مكتوب عليه يعني هذا وشم، يعني مكتوب عليه باللغة العربية يعني. وهذا السكين يعني نزل يعني في سيرفر مينا فقط، يعني مو موجود في سيرفرات ثانية. فمكتوب عليه، يلا نشوف، خلص حركاتك يا ألوك. يلا، في مكتوب عليه على الوشم، في هون في صقر، صقر مكتوب عليه أسطورة بويا، مكتوب على يده متعة إثارة اجتهاد، مكتوب هون في هرم، في ظهره في هرم. والله كتير أسطوري هذا سكين، أسطوري حقا. بس بالنسبة شباب للبنطلون يعني نحسه يعني عادي، يعني سكين عادي، يعني ما فيه تأثيرات، سكين خايس يعني. بس هذا الوشم يعتبر سكين أسطوري، وبعد فترة اللي ما راح ياخذه راح يعتبر هذا سكين نادر ومن أندر السكينات يعني بعد فترة. فأتمنى يعني ننصحكم يعني انه تاخذوه، هو يعني مجانا، يعني اول سكين عربي مجانا راح يكون، وراح ينزلوا كمان سكينات سكينات لا يعلم يعني مجانية او لا، بس سكينات عربية يعني. طيب شباب، في هيك معي يعني 45 توكن تبع الرقصة، وعندي 87 توكن تبع قطع، وهيك نقول، وهيك يعني نستبدل اول واحد. يلا نايس، وناخذ البنطلون ايضا. طيب شباب، وهيك اخذنا اللبسة يعني، نروح يعني نلبسها يعني في الخزنة. في معي نت ضعيفة، دخلت وخرجت. شباب يعني وليت مستوى 54، وليت مستوى 54. أعطوني كمان هدية، هدية راح هذه، وليت مستوى 54. طيب الهدية هي كانت هذه، أعطونا هدية هذه يعني الصندوق تبع المستوى، أعطونا هذه بس 3 أيام. والله كتير أسطورية هي القبعة يعني تبع اللبسة هي، يعني ما عندي إياها أنا، بس هذه قبعة جميلة جدا، أعطونا إياها 3 أيام فقط بس. يلا يلا نشوف يعني أعطونا هذا، والله كتير أسطوري. وبالنسبة لقاربه هيك يعني، هيك هذا هو الصقر، مكتوب عليه أسطورة بويا بالعربي الفصحى، مكتوب على يده متعة إثارة اجتهاد وهرم ملتاني، كتير أسطوري. بالنسبة للبنطلون، هذا هو البنطلون. فانا يعني ما عجبني هذا البنطلون، فراح بدله يعني، راح اخلي هذا هيك اسطوري، والله اسطوري هيك، هيك يعني لبسه اسطوري. طيب يا شباب، راح ندخل لل اول قبل ما نجربه في اللعبه، راح نشوف يعني، راح احكم الحدث. في مهمات كانوا هون بس انا اخذتهم يعني، باش تاخذوا فيهم التوكن، وفي عرض للشحن كمان، باش تاخذ التوكن يعني تشحن 99 جوهرة يعطيوك توكن، تشحن تقريبا 300 يعطيوك توكن، تشحن 600 جوهرة يعطيوك توكن، وتقدر يعني تجيبهم من المهمات، يعني تعمل مهمات وتجيبهم، تعمل بويا، تقتل يعني 75 لاعب، يعني وتحيي 4 من أصدقائك. في يعني كتير يعني من المهمات يعني مش تاخذوا هذا من التوكن، مش تنجموا تحصلوا على هذا السكين. طيب يا شباب، وهيك يعني بقيوا معي يعني 30 توكن تبع الرقصة و57 توكن تبع كاتانا، فأنا أتوقع يعني راح ينزل سكين ثاني بالتوكن هذا، يعني أتوقع هيك يعني. طيب شباب، وهيك ندخل يعني للتدريب ونشوف السكين مع بعض. والله كتير أسطوري هذا السكين يعني، الوشمة كتير أسطورية هذه الوشمة يعني. والله أسطورية يعني هذه الوشمة أسطورية حق.
وهيك يعني هذه هي الوشمة اللي أخذناها من أسطورة بويا. إن شاء الله راح ينزلوا سكينات عديدة يعني تبع، أنا يعني أتذكر يعني قال المطور بدر راح ينزل 3 سكينات عربية، يعني أول سكين صار مجاني وما بنعرف يعني بقية السكينات اللي راح تنزل. طيب شباب، وهيك يعني كما قلت لكم اسمي صار يوسف اف اف لعبة فري فاير. طيب شباب، ويعني في تحديث قادم يا شباب، لا تنسوا هذا التحديث، راح نخرج اولا نردها. هذا التحديث راح يكون يوم 4 فيفري، هذا التحديث يعني قبل راح يعطونا مثل التحديث تبع كرونو، وقتها اعطونا يعني نعملوا حجز، وراح ناخذ 2 بطاقات أسلحة و3 بطاقات دايموند رويال، وراح ناخذ بطاقة أسلحة و2 بطاقة دايموند رويال، يعني في الثلاثة يعني 3 بطاقات أسلحة و5 بطاقات دايموند رويال. هذا يعني إذا تعمل تحديث وتسجل دخولك راح تاخذ هذا الجوائز. وهيك وصلنا يعني لنهاية هذا الفيديو. فأتمنى هذا الفيديو عن جد نال إعجابكم، وأتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وإذا كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد في قناتي. إلى اللقاء، إن شاء الله أشوفكم على خير.